لما كسروا الأصنام، كسر إبراهيم الأصنام وجاء إلى النمرود وصار هالحوار بينهما. قالوا له أنت نبي، يعني أنت تدعي النبوة، يعني أنت ما تعبد آلهتنا؟ قال نعم أنا نبي الله. والظاهر من نابدة نبوته، إعلان نبوته بعد تكسير الأصنام على ما هو ظاهر في لسان الروايات، والله العالم. قالوا نعم أنا نبي. قال له ما دام أنت نبي، النمرود أمر أن يجتمع أهل أور وبابل كلهم، يعني أهل هاي المناطق أور وبابل مسافة بيناتهم، فدعاهم جميعا وحضروا في الميعاد آلاف الناس، ثم جمعوا الحطب، ثم جمعوا الحطب وسعروا النار حتى يقولون أنه هاي النار لشدة ضراوتها الطيور اللي محلقة في الجو احترقت، يعني ما أسا يقولون بعضهم لليوم في الآثار بقعة كبيرة سوداء يقال هي هاي أرض محرقة إبراهيم. هنا جاءوا بإبراهيم، النار مضطربة، أضرمت النار بمساحة كبيرة جدا، وبدأوا يقيدون. الروايات تشير إلى تفاعل وحزن كل المخلوقات. أهل البيت يعني نقلونا فد لقطات عجيبة، يقولون الأرض اهتزت وربت واضطربت وقالت يا رب لا يوجد على ظهري رجل يعبدك إلا هذا، ماكو غيره، بس هذا عابد، كله تعبد أصنام، العبد الحقيقي بس هذا يا رب. بعدين تسلم للنار، إلهي بشفاعتك، إلهي بقدرتك، صارت تدعو الله بأن ينجيه. الحيوانات كذلك، الجمادات كذلك، الملائكة ضجت في السماء، قالوا له يا رب هذا خليلك، هذا كل حب، كل براءة، كل صدق، كل طهارة، أتسلمه إلى النار؟ جبرائيل في الرواية ضج في السماء، قال يا رب لا يوجد عبد غير إبراهيم، إذا ألقيته في النار ومات المن بعد هذا؟ منو الأرض منو بيها؟ فقال الله عز وجل إذا دعاني إبراهيم، إذا دعاني أجبته، إبراهيم إذا يدعوني أجيبه. إبراهيم قال، هذا الدعاء احفظوه ينفع، يقول كان يردد هذا الذكر، كان يقول يا الله يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نجني من النار برحمتك. وكان يكثر على ما ورد عن أهل البيت، كان يكثر بالتوسل بمحمد وآل محمد. على أي حال ربطوه، راد يلقوه، ماكو مجال يلقوه لأنه نار مضطربة، شلون يدنوه حتى يذبوه بالنار، هم يحترقون. فجاء إبليس إلى النمرود وقال له ضعوه في المنجنيق، وهو أول شخص وضع في المنجنيق في تاريخ البشرية. جاءوا خلوه بالمنجنيق، ربطوه هنا، وهو يتمتم بذكر الله ركضت سارة، هنا راح تطلع شخصية جديدة اسمها سارة. سارة ما كانت زوجته، بعضهم قال بتعمه، بعضهم يقول سارة بتآزر، وبعضهم قال مرأة اعتيادية لكنه كانت مؤمنة به، مؤمنة بقضيته. فإجت تركض وقالت للنمرود ألقني معه أو ألقني في النار وطلع بس خلي، ما قبلوا. ما يؤسف في الروايات يقول جاء عمه آزر ولطمه على خده وقال له ارجع، الآن أنت بعد بالمنجنيق، هاي النار بين مسافة، قال أرجع، قال لأدعوك إلى الله، تعال أؤمن بمكاني وياي. وهذه ألقت بنفسها عليه، يعني أخروها عنه، ثم أرادوا إلقاءه في المنجنيق، فنزل عليه ميكائيل، قال يا إبراهيم أنا ملك الرعد والمطر، مرني كي أنزل المطر كثيفا على النار وأطفئها. قال منك؟ قال لا أمرني، قال منك فلا، منك ما أطلب.
قال فمن الله؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤال. خلاص هو يدري بعد أنا حارقيني على مودة يدري. ثم نزل ملك الرياح قال يا إبراهيم مرني، قال منك فلا، من وإن كان من الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي كذا كذا. نزلت عليه أفواج من الملائكة وهو يرفض. ثم نزل عليه جبرائيل وبيده خاتم قال يا إبراهيم البس هذا الخاتم وقد نقش عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألجأت ظهري إلى الله، أسندت أمري إلى الله، فوضت أمري إلى الله. ثم ألقوه، فلما ألقوه والناس في يعني رعب، شو أنتوا هسه مشدودين على الكلام وخطورة الموقف، الناس تترقب الوضع، وإذا يعني بالنمرود يباوع إنه هذا جاي يرجف ما جاي يحترق، يدققون النظر وإذا بالنار تتحول إلى جنينة خضراء. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الإمام الصادق يقول له الله ما قايل لها كوني بردا وسلاما، لو قايل لها بس بردا لمات من البرد، ما مات من الحرق، لمات من البرد، لكن قالها قولوا ويا شنو سلاما. وذاك الوقت سبحان الله ركزوا النظر وإذا بهذا قاعد بالهذا ومعه رجل يحدثه ويؤنسه، شيبة كبير السن أبيض اللحية، وإذا به جبرائيل سلام الله عليه. بعد أن يعني تحولت النار إلى برد وسلام وانطفأت رجع يدعوهم من جديد، أيها القوم ارجعوا إلى الله، أطيعوا الله، اعبدوا الله، اتركوا آلهتكم، كذا كذا كذا. الناس هنا اضطربت عقيدتها بالأصنام، وقيل أن عددا كبيرا من أهل بابل في ذاك اليوم تحولوا مع إبراهيم، من شافوا القضية حقيقية وشافوا النار ما حرقته صاروا من دين إبراهيم، واضطرب النمرود. هنا راح يطلع عندنا دور وعاظ السلاطين. طلع واحد من علماء النمرود قالهم يا ناس لا تشكون، ترى أنا قرأت ذكر وخليتها ما تحرقه حتى نخوفه، ما ردنا نحرقه إحنا، وإلا النمرود رحيم قلبه طيب ما يريد إتي كلام باوي ما أدري وياي. وهذول دائما سبحان الله يجون بالأوقات الحرجة للفاسقين وللظلمة والكذا، يجون يبررون، شايف شون يبرر أخطاء يعني أخطاء وكذا. هنا خرج عنق من النار والتهمه حرقه، خلص أبطلت الحجة تماما. وشك نمرود حتى بقضيته، هذا الشك مال نمرود قال أنا لازم أوصل الإله إبراهيم، هذا الشيء هذا ما ينفع الموضوع، لازم أوصل الإله إبراهيم وإلا القضية ما تخلص، هذه بابل كلها راح تتحول بيد إبراهيم. سوى صعد إلى أعلى قصره وراد يودي رسالة لله بجهله طبعا، فرمى السماء سهام، الله شو ودى له جواب؟ جاوب بأضعف خلقه. شوفوا من جمال القدرة الإلهية، رسائل الله تجي من أضعف الخلق ما تجي من الكبار، مرات رسائل الله الواضحة تجي من المخلوقات الضعيفة، مخلوقات ضعيفة، رسائل الله الكاملة تجي عند الكاملين اللي هم الأنبياء والأئمة الأولياء، هذا واحد، بس رسائل الله النافذة عند رسائل خاصة يوديها بأضعف خلقه. قال تعال يا إبراهيم أنا أريد أقاتل ربك، قام يصعد على القصر ويضرب السماء سهام، الله وداله بعوضة، هاي بعوضة أضعف خلق الله، شنو تفاهة نظر البعض، دخلت في أنفه وصلت إلى دماغه قتلته. هاي رسائل الله من تريد تجي تلقاها وين ما كان، بس كون واحد يفتح عينه يشوف الحكي كله على الله والسوالف كلها على الله. رسائل الله تجي مرات مشفرة بها، يعني خلينا نقول رمز سري، القلب اللي فاهم السالفة يفهمها.